أهلا بكم في وجيز. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي فورا للتشاور حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للرئاسة الجزائرية. وجاء في البيان: في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري. حصيلة تدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية منذ وصولها إلى تركيا وسوريا أسفرت عن إنقاذ 12 شخصاً وانتشال جثث 35 شخصاً في تركيا، أما في سوريا فتم إنقاذ شخص واحد وانتشال جثث 14 شخصاً. 3 ملايين دولار من صندوق الطوارئ خصصتها منظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الاستجابة للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، كما سترسل فرقاً من الخبراء وترسل طائرات محملة بإمدادات طبية لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوشأوغلو أن بلاده تعمل على فتح معبرين حدوديين مع سوريا للتمكين من تدفق المساعدات الإنسانية إلى جارتها التي ضربها الزلزال هي كذلك. عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال الصهيوني واصلت التضييق على المصلين عند دخولهم المسجد ودققت في هويتهم الشخصية وحجزت بعضا منها عند بواباته الخارجية. نهاية وجيز، إلى اللقاء.